سمير ديلو لماذا لم يكن موجودا نهار 25 جويلية عقب الليل ولا فجرا مع زملاء النواب أمام البرلمان للمطالبة باستمرارية البرلمان وللدخول إلى البرلمان؟ لا وقتها ما كنتش موجود لأنه تفرجت في التلفزة كما الناس الكل، ولكن أنا كنت ضدها وأنا عبرت حتى على لرئيس البرلمان قلت له زايدة مشيتك وأنا في نهاية الأمر. أنت شفتها زايدة المشي هذيك؟ متبع زايدة. علاش؟ أنه يمشي نائب رمزيا، ولا أنه تقع حركة رمزية للتعبير على رأي ديما متاح. الديمقراطية هي رمزيات وهي إجراءات وهي تصريحات كحركة رمزية، ولكن أنه يمشي رئيس البرلمان في المشهد هذاك رأيي ثم شكون يراه عكسه تماما، ثم شكون يراها حركة إشهادية تاريخية للتبيين على التمسك بالشرعية وكذا، وهذا رأي منتشر معناه موجود معناه ما يقلقنيش. ثم جزء من الناس يقولوا فيك أعطيني رأي أقلي. أنا رأي أنه زايدة أنه يقف رئيس مؤسسة قدام جندي طلب منه أن يضع مدرعة لمنع أي كان من دخول المؤسسة هذه عركة أخرى ما عندهمش دور فيها. تبقى تقول لي الرمزية، على كل حال أنا اجتهادي مش مكون غلط، ولكن اجتهادي هيك أنه ماشي زايد. كي تحدثت مع الشيخ راشد الغنوشي وأعلمته بأنها زايدة، إيش قال لك؟ ما شنو قال للتعبير عن موقف وكذا ولقى استحسان، وهي فعلا تعبير عن موقف ولقى الاستحسان، ولكن انا مش من الناس اللي لقى استحسانهم ويبقى لكل حاجه. انت تقول لقى استحسان، ولكن زاد ما تنساش انه جزء اخر شافها كمام عمليه مهينه للرجل، تمت إهانة الرجل أمام البرلمان. ثم اللي راها هكا وثم اللي راها لقطة متاع صمود وكذا ولكن في الأخير أنا هذا رأي نعبر عليه، هو آخر ما يمكن أن نفكر فيها أنه يكون أغلبي ولا أقل. أنت تعرف الشعب التونسي متندر.